وسؤال خارج السياق خالص. اتفضل يا شيف. انت دلوقتي الاطفال هم مش في حكم يعملوا، لو افترض بقى اولادي كبروا واذا كان الواد او البنت وهم عملوا كده بنفسهم وهم عندهم 10 سنين. لا عندهم 10 سنين فاهمين. اولا ضيوفنا اكدوا 10 سنين ده يعني ماينر، يعني مالوش حريه القرار. أيوه. ده قاصر بس فاهم، ده قاصر. معلش انا اسفه، احنا يعني ما مسكوش موبايل اصلا. احنا دلعنا كأهل اللي هو ابني 10 سنين واجيب له موبايل. على فكره من قبل كده على فكره بره مش كده، بره مش كده، بره مش بيدلعوا الدلع الزياده المرق ده. انا اسفه، انا دلوقتي مضطره ان انا اجيب له موبايل. ماله الموبايل القديم اللي بيقول الو باي؟ جمال ده هو جمال. انا لازم ده عشان انا اجيب له موبايل اكلمه اطمن عليه في التمرين ان انا انزل على الموبايل ده انستغرام وفيسبوك وتيك توك ومش عارفه ايه وايه وايه وايه، وده بينزله كمان للعيال هم عندهم 10 سنين اللي هو البرامج بتاعت فيديو اديت ان هم يغيروا في الفيديو بالزبط. لا طبعا انا اسفه، انا اسفه. يعني ايه ابني يقول لي انا عايز موبايل عليه الحاجات دي انا اجيبه له؟ ابني عنده 10 سنين، القاصر ده هيمشيني انا؟ مش هيمشيني. بس انت قلتي ده لعمرك، مش هيمشيني بيحصل انا. بيحصل في البيوت المصريه ولا لا بيحصل؟ هو عايز يعني ايه هو عايز؟ هو طفل ما عندوش يعني قرار ولا حريه القرار ولا consequences اللي هي عواقب القرار لا بتاعه. لا يحصل. انا اللي مسؤوله، انا كام مسؤوله، انا ما انا مش واجبي ان انا اقول له او اقول له تمام او اقول له اللي يرضيك او اقول له اللي يريحك، لان انا مشغوله في الشغل وبقيت بس بنزل اجيب فلوس وسايباه كده هو اللي بياخد قراره. في طفل عنده 10 سنين بياخد قرار يا جماعه في حاجه ازاي؟ لا طبعا، لا طبعا ازاي ده ماينر قانونيا؟ ايوه ما قانونيا تحت السن. ده قاصر. ايوه لحد كام سنه قاصر؟ طب لحد ما يوصل ل 21 18. طب انت عارف انا بنتي، انا بنتي الكبيره اللي عندها تم 11 معاها تليفون، لان انا اضطريت اجيب تليفون عشان التمرينات والحاجات، ما لهوش اي تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا، ممنوع. وكل يوم برافو عليك، كل يوم بتقول لي بتراجعي، كل يوم بتطلب. انا اصحابي عندهم تيك توك. أيوة انا اصحابي بيعملوا فيديوهات، انا ماليش دعوه باصحابك. انا عايزه ما اعرفش ايه، انا عايزه ما في، انا ماليش دعوه. بنتي كأم هتستحملي الواد او البنت يوصلوا 18 سنه عشان تديهم تليفون ذكي؟ هستحمل. هم يستحملوا ما يستحملوش، ده لمصلحتهم. انت عارف ايه الاستحمال؟ عدم الاستحمال ايه؟ ان انت مع الزن بتيأس، بتخلص نفسك من الزن. فانت الام او الاب اللي بينصاعوا عشان الزن تعبهم هم، لا انا اسفه، انت غلطتك، انت بتنصاع عشان الزن تعبك انت. انا كل يوم بيطلب مني بقول لا. بتقول لي امتى؟ بقول لها لما يكون عندك 16 او 18 سنه وتقدري تقرري انت ويبقى عندك حريه القرار ابقي اعملي. وهي هتسكت حتى 18 سنه؟ ولو ما سكتتش انا مش موافق، حتى لو ما سكتتش هو ده قوانين بيتنا، انا ماليش دعوه بالناس التانيه. يا ريت كل الابهات والامهات يمشوا بنفس نظام بوسيله مع بنتها. لعلمك انا الامهات التانيه في المدرسه بتكلمني وبتنتقدني وبتقول لي انت جامده قوي، فكيها شويه، انت محبكاها قوي. ايوه انا بقول لك معلش، ده نظام بيتنا. مش قال لك المتخصصين اللي بنستضيفهم ده سلو بلدنا؟ ده سلو بلدنا. مش قالوا لك كل واحد بيفهم عياله ان ده نظام بيتنا؟ ده نظام بيتنا، احنا ما عندناش كده. وبقول لها انا وانا صغيره ما كانش عندي الحاجات دي وطلعت فل اهو. كلنا ناقصني ايد، ناقصني رجل. مش هيقول لك يعني هتشوف صحابها وزملاتها جايبين وهي البنت في نفسيتها والولاد في نفسيته وان اهله ما جابولوش؟ اعمل بعمل لها ايه بقى لما نكون اجازه؟ افتح لها بقى موبايلي التيك توك بتاعي، طب نعمل فيديو مع بعضينا احنا. ايوه وما نشروش وعلى موبايلي. فبقى اديتها يعني الاحساس مساحة بالمتعه، مساحة من اللي هي عايزاه، في نفس الوقت ولا حسابها ولا موبايلها ولا هتنشره، وبنعمله كده بس فور فان. حلو، حلو دي. وبعوض بقى في حاجات تانية يعني يعني بحاول برضو ما بقاش ديكتاتوريه زياده عن اللزوم، واعمل لك المسكه النهارده ان شاء الله. لعلمك انا ديمقراطيه معاك جدا. نرجع بقى لموضوعنا، بس انا اتخرجت بس لان الشيف حسن سالني طب انت هتعملي ايه لو الولاد هم اللي طلبوا؟ فانا رديت على السؤال.